يمكن يعني هبدأ معاك يا دكتورة وتسمحي طبعا ليديز فيرست. وانا عارف ان هو طب يعني نفينا الموضوع ده كتير، لكن ايه قصة شائعة عروسة النيل وارتباطها بالمصريين القدماء؟ على حد علمي ان المصريين القدماء لم يستخدموا اي اضحيات بشرية، لا لا. على عكس بعض الحضارات القديمة. لا لا آه. لم يستخدم المصري القديم اي اضحية بشرية، بالعكس ده كان بيقدس جدا البني آدم. واحنا عندنا قصة لطيفة قوي موجودة في بردية ويست كار. كان الملك سنيفرو اللي هو صاحب المجموعتين الهرميتين في دهشور، كان زهقان كده شوية وحب ان هو يتفسح، فقالوا له ايه خد البنات الحلوين بتوع القصر كده واتمشى بيهم شوية في النيل. فالبنت من البنات دول وقعت منها القلادة بتاعتها في النهر، فقال لها طب خلاص ما تزعليش هعوضك واحدة تانية بدلها. فقالت له لا أنا القلادة دي عزيزة عليا وأنا محتاجة. فراح بسرعة نده ساحر وقال له لا احنا محتاجين القلادة دي فتصرف. فالساحر راح ايه شقق النهر النيل وعملوا اتنين لحد ما طلع القلادة بتاعت البنت. فشوف قد ايه يعني كان المصري بيكير قوي على على البني ادمين وعلى نفس البردية. برضو فيها برضو حكاية من حكايات خوف وكده، واحد من أولاده بيحكي له حكاية فقال له ده أنا عندي ساحر هيعمل لك سحر خطير وكده. فالمهم فالساحر جه، كان اسمه جدي، فجه الساحر فبيقول له وريني سحرك على مسجون. قال له لا يا مولاي ازاي اوري سحري على واحد يعني بشر، انا اخلي سحري على الطائر. فشوف لقد درجة قد ايه المصري كان بيقدس قيمة الانسان. فازاي هو بيقدس قيمة الانسان بالطريقة دي وهيقوم مقدمه كأضحية بشرية؟ فطبعا ده هو الفيلم اللي عمل كمان الفيلم يعني ده يتنافى تماما مع يعني فكرة المصري عن أهمية الإنسان كقيمة يعني في حد ذاتها طبعا.